السلام عليكم، الله يسعد كل اوقاتكم. بكل خير، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله طيبين. وحشتوني، توحشكم بزاف بزاف بزاف. طبعا اول شيء بعتذر منكم لان رجعت غبت للمره المليون. بس ان شاء الله هذه المره بحاول اجلس بالقناه وما اغيب، صايره انشغل كثير. عموما حبيت نكمل مع بعض كيكه اليونيكورن. سبق ونزلت الجزء الاول للاسف من 5 شهور، وهذا الجزء الثاني اللي نشوف ان شاء الله فيه كيف زينت الدور الثاني من الكيك. على فكره البنت اللي عملت لها هذه الكيكه، طبعا عيد ميلادها كان من سنه وشوي، عملت عيد ميلاد ثاني وهذه هي الكيكه. عملتها من ايام، فحتى هي ان شاء الله راح انزل لكم اياها بالقناه، طبعا مع الكوكيز وكل شيء. فان شاء الله تعجبكم خطوات التزيين لليوم وتحبوها. شكرا متابعتكم وفرجه ممتعه. الان يا حلوين راح نحشي كيكه القوس وقزح. فمثل ما انتم شايفين عندي هنا الشراب اللي اعمله لتشريب الكيك، قناش الشوكولاته البيضاء سبق وعملته مثل ما انتم شايفين، تماسك معي بدرجه حراره الغرفه. هنا عندي الكيك، انا حطاه داخل الكيس لحتى ما ينشف معي. طبعا هذا الكيك عملته الصباح وانا المساء جلسة ازينه. عندي هنا طبقات الكيك اللي هو قوس وقزح، ايضا عندي الاقماع اللي استخدمهم دائما، الدائري وهذا اللي افرد به الكريمة، البورد اللي اعمله تحت الكيك. هذه الحلقة احب اشكل داخلها الكيك بسرعة. وهنا عندي الحلقة الدورة. بالنسبة للكريمة يا حلوين، عبارة عن كريمة وجبن فقط، قوامها بيطلع كتير حلو مثل ما انتم شايفين. هي كريمة بالجبن، طريقتها جدا سهلة وبيطلع قوامها كتير حلو وايضا طعمها كتير طيب. الكريمة اخذتها من مطبخ روزانا، انا سبق ونزلتها عندي بالمنتدى بالمنشورات. وصفة كتير سهلة وبسيطة وبتطلع كتير حلوة. طبعا روحوا شوفوا عندها الوصفة اذا تبغون، لهذا ما حبيت اصورها، حرام هي اصلا نزل الوصفة فما في داعي انا ارجع اصورها من جديد. فمثل دائما هذا القمع كتير بيساعدني بالتشكيل، لهذا احب استخدمه. طبعا اذا ما توفر عندكم ما تحتاجون لا قمع ولا شيء، بتفردون الكريمة بتحطون بالملعقة وتفردوها بسباتولا جدا عادي. اعمل القناش كمان. انا لساتي ما قررت اي لون راح اغلف به الكيكه من برا، ولكن حبيت في الداخل اعمل القناش الابيض لانه الكيكه عندي ملون وايضا الكريمه بيضه، فما حبيت اعمل شوكولاته غامقه بالحواف لحتى ما يطلع عندي الكيك كله الوان. طبعا نطلع هذا الكيك وراح احطه كده بالمقلوب لانه على حسب ترتيب الطبقات كيف انا راح ارتبها. انا اليوم يا حلوين راح استخدم هذا البلاستيك داخل هذه القطعه، ليش؟ لانه نحن بين طبقات الكيك راح نعمل القناش، وطبعا بحطها بالثلاجه تتماسك شوي على ما اغلفها بالقناش من برا. قناش الشوكولاته لما يلصق بهذه القطعه بيصير كثير صعب انها نخرج الكيكه منها، لهذا راح استخدم هذه ببساطه، احطها زي كده جوا. هنا عندي البورد، طبعا اول شيء بحط فيه شوي قناش لحتى تمسك عندي الكيكة الأولى واللي هي هذه لونها بيربل. طبعا البورد عندي كله أعوج لأنه قطعته بإيدي، ما عندي البورد اللي هو قياس 6 إنش، فبحاول زي كده أخلي الكيكة بالوسط، ثم أخذ هذا القالب مع البلاستيك وأحاول زي كده. معقولة؟ من صباح الله خير وانا اشرح بالاخر ما يصغر القالب بحجم 16. ما بيمشي الحال. ايوه خلاص. انسوا البلاستيك. حبيت اسرع هذا المقطع لحتى ما يكون الفيديو جدا طويل. طبعا هذه الخطوات سبق وعملناها، واللي هي اننا نشرب الكيك، نعمل الحافه من القناش، ثم نحط الكريمة بالوسط نمدها شوي، بعدين نعمل الطبقة الثانية، ونستمر بهذه الطريقة لحتى نعمل كل طبقات الكيك. طبعا هنا نحط القناش بالحافة بالبداية لأنه كريمة خفق مع جبن إذا لمست عجينة سكر بتدوب معانا، لهذا ضروري الحافة يا قناش يا كريمة الزبدة. حبيت أذكر المعلومة للتذكير فقط. وملاحظة يا حلوين، أنا هنا شايفين إنه شكل الكيكة مايل، لا الكيكة عندي ما هي مائلة، ولكن وضعية التصوير وجلسة أصور بزاوية بالمطبخ صراحة أبدا ما كانت مناسبة، والإضاءة معلش بعتذر منكم طالع الفيديو أصور أصفر. إن شاء الله باقي الفيديو حق التزيين بيكون إضاءته منيحة وتصويره أفضل.
وهلا نكمل. طبعا احنا نشتغل تكون عندنا هذه البانش سكريبر او اي شيء، لما نلمس الكيك لازم نتأكد انه الطبقة كلها تمسك لنا هذه الحديدة، هذا يعني انه الكيك يعني على بعضه مزبوط. ف مثل دائما اخر كيكة نحطها لازم يكون قاعها هو الى السطح، ليش؟ لانه بيساعدنا اننا نعمل سطح الكيكة يكون انعم. لهذا مثل ما انتم شايفين هنا في هذه المرحلة انا اسقي هذه الكيكة هنا وراح ارجع الدنيا كلها شراب. اوكي، بعد ما كملت طبقة يا حلوين هذه هي، بعض الأوقات بيكون عندنا فتحات كبيرة بين طبقات الكيك. طبعا أول شيء نملها بالقناش اللي يكون قوامه متماسك، نفردها شوي بسباتولا، ثم نطري قوام القناش شوي حتى لنعمل طبقة على سطح الكيك وعلى باقي كلها الكيكة كلها. هذه الطبقة هي اللي تمسك لنا فتات الكيك. اوكي، اعملوا طبقة رقيقة وحطوها بالثلاجة، او اعملوا مثلي انا بنفس الوقت اعمل طبقة واحدة اللي هي تكون متوسطة. بعد ما اعمل طبقة القناش كلها وانعمها ويكون شكلها حلو ومرتب، احطها بالثلاجة واروح انام لانه الان جلسة اشتغل بالليل، وان شاء الله بكرة الصباح بكملها وبنشوف مع بعض خطوات التزيين. ورجعت يا حلوين، وهذه هي الكيكة مثل ما انتم شايفين. الان راح اغلفها بعجينة سكر. عندي هنا العجينة اللي سبق وتفردتها لتقريبا سماكة من 3 إلى 4 ملي، ثم اغلف الكيك. الخطوات سبق ونزلت هذه الطريقة في فيديوهات كتير. نغلفها ونعمها، ما في داعي اعمل حواف حادة لانه التزيين راح يغطي الحواف اللي في الكيكة من فوق. هذا كان شكلها النهائي، الان اركب الكيك فوق بعض. الآن يا حلوين راح نعمل الكيكات فوق بعض، وطبعا راح نحتاج إلى هذه الأوتاد. ليش نستخدم الأوتاد؟ لأنه هي اللي تحمل وزن الكيكة اللي فوق. أوكي، فأنا هنا مستخدمة الأوتاد البلاستيك من ويلتون. أنا كان عندي مجموعة سبق وكانت مقطعة، فهي نفسها بستخدمها. أول شيء أحاول أتأكد من قياسها هل مناسب للكيك. حاولوا دائما الوتد يكون يعني ارتفاعه أقل من ارتفاع الكيك بتقريبا 4 ملي إلى 0.5 سنتي، مو مشكلة. ليش؟ لحتى لما نعمل الكيك فوق بعض إذا كان الوتد نفس طول الكيك بالملي، احتمال يفضل لكم فراغ بين الكيك وهيك. لهذا أنا أفضل الوتد يكون طوله أقل شوي من ارتفاع الكيك. أجلس أقطع لحتى أحصل على القياس المناسب في كل الأوتاد، بعدين باخذها وبغرسها بالكيك. طبعا عدد الأوتاد اللي يحددوا حجم الكيك اللي عندنا فوق، أنا عندي 6 إنش فقط، لهذا استخدمت العدد اللي شفتوه الآن. بعد ما عملت الأوتاد أنا هنا استخدمت شوي من الآيسينج فقط لحتى أحط الكيكة الثانية. بناتي يا حلوين، اذا شغلكم لناس لا تعملون هذه الخطوة، ولكن استخدموا ممكن القناش الابيض بيكون افضل. انا بما انه الكيكة لصديقتي وانا اللي راح اقطع الكيك فمو مشكلة. فبعدين اخذ الكيكة واحطها واتأكد انه انا حطها بالمكان المزبوط. اذا تقدروا تستخدموا ايديكم استخدموا ايديكم، اذا ما تعرفون شيلوا الكيكة بواسطة 2 سباتولا وما تسيبوها نهائيا على الكيكة حتى تتأكدوا انه هي في مكانها مزبوط. طبعا اذا كانت الكيكة تحتاج منكم الى تحريك ممكن تحركوها. انا الكيكة اللي كانت عندي لانها مدهونة باللون اللؤلؤي، فاوقات اذا كنت المسها كان ممكن يطبع معايا اللون، وهذا غلط صراحة، كان المفروض اتجنب هذه المرحلة، بس اللي صار صار. لهذا في بعض الصور بتشوفون انه في بصمات على اللون اللؤلؤي، هذا خلوه اخر شيء. اوكي، بس انا عملته في البداية لانه كان في نيتي اعمل ديزاين غير. مثل ما انتم شايفين هنا في هذا المقطع، انا كان في نيتي اركب راس اليونيكورن على هذه الكيكة، فكنت ابتديت اشتغل. بعدين لانه تعبت بالليل وحسيت انه الشغل اللي انا ماشية فيه نتيجته مو عجباني، تركت كل شيء ورحت نمت. ولما صحيت الصباح لقيت نفسي قاعدة اعمل هذا الديزاين. بالنسبة للمكان اللي يلتقي فيه الدورين، انا حبيت اعمل هذه الاحزمة باللون الذهبي. على فكرة مو من عشاق اللون الذهبي كتير، بس عملته لانه الكيكة لصديقتي وصديقتي تعشق الذهبي. فمجرد اني اخذت عجينة سكر ضغطتها بالسيليكون الخاص بالدانتيل اللي نعمل فيه الشوجر فيل، ثم شلتها منه، دهنتها باللون البودرة الذهبي، فطلعت عندي الأشرطة بهذا الشكل. ببساطة راح أخذها وألصقها على الكيك
وطبعا نقص الزوايد ونحصل على حزام شكله كتير حلو بهذا الشكل اللي انتو شايفينه هنا. طبعا اذا ما حبيتي تعملون هذا الشريط ممكن بشوي مقلب سيليكون حجمه ارق مثلا زي هذا النقط او الدائري، في ناس تعمل باص نقط من القناش او من الايسن لحتى تغطي المكان اللي يلتقي فيه الكيكتين. تشوفوا طلع شكله كتير حلو. طبعا هذه الخطوة اختياري، اصلا التزيين كله اختياري، كل واحد يزين على حسب ذوقه وايش اللي يحب. فانا مثلا هذه الكيكه جالسه ازينها على حسب ذوق صديقتي. اوكي، عندي هذه القطعه اللي هي راس اليونيكورن اللي كنت اخذتها يمكن من جولي شيك، ففي اخر لحظه اجى في بالي هذا الديزاين وقمت عملت الورد، ومثل ما انتم شايفين انا جالسه اقطع الورد وهو لساته ما نشف. فاذا انتوا عاملين ورد المفروض انكم تعملوه بدري لحتى ينشف معكم، بس الصراحه لانه طري ساعدني لحتى اشيل الزوائد منه. فمثل ما انتوا شايفين جلسه ارتب الان الورد على الكيك. الورد اللي احس فيه بروز كتير من وراء اقطع زياده واحطه في المكان اللي انا ابغاه. بالنسبه لترتيب الورد او حجمه الموضوع راجع لذوقكم. فمثل ما انتم شايفين انا عملت هنا واحده لونها بينك نفس لون الدور الاول الكبير، وعملت وردات تانيين لونهم تركواز. ليش التركواز؟ لانه الادوات اللي شارينها لعيد ميلاد كان فيها لون التركواز، وصراحه انا التركواز مع البينك اللي هو الغوص ازرق سماوي مع الزهري فكتير بحبهم مع بعض. فهذول هم الوردات. طبعا بعد ما حطينا الورد الاساسي اللي هو الكبير الان نبتدي نملأ الفراغات. بالنسبة للفراغات نستخدم الورق اللي هو بيكون احجام، دائما بيكون عندنا حجم مثلا كبير وسط وصغير، وايضا بيكون عندنا بعض الزهرات الثانية اللي يكون حجمها كده وسط واصغر لحتى تساعدنا نملأ الفراغات بشكل حلو. فمثل ما انتم شايفين انا هنا مستمرة بالتركيب، حطيت هذه الزهرات الوسط مع زهرة صغيرة لحتى اكمل تعبئة الورد اللي فوق، ثم انتقلت الى هذا الحزام حبيت اعمل فيه ورد زيادة. هو صراحة ممكن ما تحطه، ولكن بتعرفوا انا مثل ما قلت لكم بعمل الكيكة لصديقتي وبعرف ذوق صديقتي وبتحب التزيين فزيت هذا الورد. طبعا اول شيء حطيت الورد والورق اللي معمول من عجينة السكر، بعدين جبت الرويال ايسنج اللي هو التتليج الملكي، وعملت بعض الورقات الثانية مثل ما انتم شايفين هنا لحتى عطتني لحتى قدرت املأ اكثر هذا المكان اللي حطيت فيه الورد. وبعد ما خلصت هذا هو مثل ما انتم شايفين هذا كان شكله، فان شاء الله يكون عجبكم وحبيته. صح انا هنا استخدمت حتى بعض الوردات اللي معمولة من قوالب السيليكون، اوكي، فحتى هي استخدمتها. ثم اخر شيء اخذت هذه العيون اللي سبق وعملتها، للاسف انا مقطع العيون انحذف مني، فان شاء الله بحاول انزلكم طريقتهم او تلاقون باليوتيوب كيف تعملونها. انا هذا الشكل اللي اخترته لانه في منهم كتير. طبعا حددت المكان اللي راح احط فيه العيون، دهنتهم شوي بالمادة اللاصقة اللي عندكم سواء الجاهزة او اللي تعملوها انتم من كمية كبيرة من السكر البودرة مع شوي من الماء، ثم حطيتهم في المكان اللي انا ابغاه. ولأن العيون كانوا حجمهم ثقيل فمثل ما انتم شايفين سندتهم بشوي اعواد، ولكن ملاحظة العمود العود نغرسه هو مايل لتحت لحتى ما يتسيب لنا فراغ، لانه اذا غرسته بشكل مباشرة بيخلي لكم ثقب، يعني بيجي تحت العين وهو مايل. وخليتهم فترة لحتى الوقت اللي قربت اخذ فيه الكيكة لصديقتي شلتهم، تأكدت انه كده العيون ثابتة. وطبعا عملت الرموش، الرموش بعد ما عملتها مررت عليها شوي بالقلم الاسود لانه كنت ابرمها على نشافة كان فيها لون ابيض، رجعت حددتها باللون الاسود، وايضا الاماكن اللي داخل العين يعني توسخت باللون الابيض، رجعت حددتها باللون الاسود. بهذه الطريقة اكون انتهيت من تزيين الكيك. خلاص يا حلوين هذا كل شيء انا وصلت الى اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها، اذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.